محمد ناصر، مسؤول عن إعادة التدوير والترشيد الاستهلاك في المؤتمر في القاعة الزرقاء اللي احنا فيها دلوقتي. دي احنا المؤتمر مبدئيا هو عبارة عن جزئين. الجزء الأولاني هو القاعة الزرقاء اللي احنا فيها. القاعة الزرقاء دي اللي بتضم كل الرؤساء والوزراء وكل اليو ان. قاعة الجرين زون اللي هي المنطقة الخضراء في حديقة السلام الناحية التانية، دي بتبقى عبارة عن مراحل الشركات بتفتح فيها حاجات ليها علاقه يعني بترشيد الاستهلاك او يعني عن البيئه عامه، ان هي اي حاجه مساعده للبيئه. طبعا المؤتمر صرح كبير جدا، احنا عارفين طبعا ان ده من ال 26 كوب اللي فاتوا ده اكبر كوب في كل الكوبس اللي فاتوا. هيحضر تقريبا 30,000 واحد في اليوم، تقريبا حوالي 180 رئيس، وطبعا ده صرح كبير جدا لمصر. ده هيقول للناس ان احنا مصر بخير ومصر شغاله، مش بس في الصناعه والطرق والكباري، لا احنا برضو احنا شغالين بشكل كبير جدا في تطوير من الشعب المصري، وشغالين في ان احنا نطور وان احنا نشوف النقط الضعيفه اللي عندنا وان احنا ننمي منها، زي مثلا مشاكل الزباله ومشاكل ترشيد الاستهلاك عامه. ان احنا بنيجي نقول مثلا احنا ليه عندنا الكهرباء غاليه، او ليه احنا الميه بتقطع والكهرباء بتقطع، كل ده ان احنا بنستخدم كل الحاجات دي غلط. وطبعا ده معروف جدا من زمان قوي، يعني الدين حتى بيقول لك ان انت لازم تترشد في الاستهلاك، فيعني ده اسلوب حياه. لو احنا اتخذنا هذه النقطه ان احنا يعني نستخدم الكوب ده ان احنا نرشد في الاستهلاك، وان احنا نعلم الناس ما معنى الترشيد وازاي يرشدوا. احنا بدانا استعدادات لتحضير المؤتمر ده بقالنا اكتر من 6 شهور. في ناس هنا ما شاء الله طالعه يعني شغاله صبح وليل مش بتنام عشان نطلع الصرح الجميل ده. الحمد لله ده شرف لكل مصري ان احنا نبقى عاملين حاجه زي دي. طبعا برضو احب اقول عن موضوع التطوير في الكوبس، احنا بس مش بنعمل اي مؤتمر مناخ دولي زي كل المؤتمرات اللي فاتت. احنا شغالين ان احنا نطور من مؤتمر المناخ، زي ما احنا عملنا لو كاربون ايميشن منيو، يعني عملنا منيو اكل بقلل الافرازات الكربونيه اللي موجوده، والحمد لله الدنيا ماشيه بطريقه كويسه جدا. النهارده كان اول يوم الافتتاح، مشي بطريقه جميله جدا بسلاسه جدا، ما كانش فيه اي حد مشتكي. الناس كلها كانت بتقول لنا انتوا ازاي عملتوا كده، ازاي عرفتوا تقدروا تسيطروا على الضغط وكميه الناس اللي جايه وكل الكلام ده. بس الحمد لله طبعا ربنا وفقنا، وان شاء الله ربنا يكرم في اللي جاي. يعني طبعا دي بدايه بس اللي احنا بنعمله هنا، وان شاء الله التجربه دي هتطبق في كل المدن الساحليه باذن الله. ده هينشر طبعا ان احنا نبدا بالمدن اللي هي فعلا يعني بتدخل لنا سياحه وبتدخل لنا عمله صعبه، ودي بلاد طبعا يعني ان الناس تعرف ان الدنيا بامان هنا وان مصر بخير. كل ده احنا شغالين عليه. التطبيق ان شرم الشيخ تبقى مدينه خضراء، ده طبعا حاجه تشرف جدا ان احنا يبقى عندنا مدينه خضراء في مصر. شرم الشيخ فيها اكتر من 68 اوتيل واخدين شهادات الجرين ستار، دي شهاده بتتاخد ان انت بتكون شغال بنظام تدويري جوه الاوتيل، مفيش حاجه بتترمي، مفيش حاجه بتروح حالك، حتى الاكل بيستخدم كسماد او بيستخدم لبنك الطعام، وده برده احنا شغالين بيه هنا. اي بواقي اكل كله ده بيروح لبنك الطعام. احنا عايزين بس ان ده يبقى البداية، ان هي تبقى منظومة كاملة، وان مصر كلها تبقى بالمنظر ده، ونوحد كل ده، ان احنا كلنا نبقى مصر، مش بس شرم الشيخ المدينة الخضراء، يبقى مصر هي المدينة الخضراء. وان شاء الله ده هيحصل مع الوقت. احنا شغالين والرئاسة شغالة ووزارة البيئة شغالة، وما شاء الله كل حد عامل شغل جامد جدا، وان شاء الله ربنا هيكرم.